طيب بصوا يا شباب، طبعا عايزك برضو تزوم مع الايه مع الديزاين. شباب ده الديزاين اللي احنا شغالين عليه هو نفس الديزاين بتاع المره اللي فاتت، كايرو من سيريال 000 على النوف سيريال 021، منوف سيريال 020 على بنها سيريال 020، بنها على سيريال 021 رايح على منصوره سيريال 010، وبعدين منصوره من سيريال 011 رايح على اسوان سيريال 00، وبعدين من سيريال 01 اسوان رايح على سيريال 00 مرج، ومن مرج سيريال 01 على طوخ سيريال 00، ومن طوخ سيريال 01 على عين شمس سيريال 10، وعين شمس من سيريال 11 على فيوم سيريال 0 على 0. الاي ديهات 10 111 2 20 111 2 30 111 2 50 111 2 60 111 2 70 111 2 80 111 2. طبعا الماسكات بتاعت السريالات تكون يا جماعه سلاش 30 255 255 255 252. كلام سليم. كل الراوترات عندها لوب باكات، عندهم اربعه لوب باك، لوب باك 0 1 2 3. 192 عند اول راوتر اللي هو كايرو هيبقى 192 168 1 1، ماسك 26، لوب باك 1 192 168 1 65، لوب باك 2 192 168 1 129، لوب باك 3 192 168 1 193. الماسكات 26 255 255 255 192. تمام يا شباب؟ اللي هنا متاخد تحتيها المقطع الاوكتت الثالث اللي متاخد تحته شرطه اللي هو 1 1 1 1، هيبقى عند كايرو 1، هيبقى عند النوف 2، هيبقى عند بنها 3، هيبقى عند منصوره 4، هيبقى عند اسوان 5، هيبقى عند مرج 6، هيبقى عند طوخ 7، هيبقى عند عين شمس 8، هيبقى عند فيوم 9. يعني عند فيوم لوب باك 0 هتبقى 192 168 91، وعند ولوب باك 1 192 168 965، لوب باك 2 9 129، لوب باك 3 9 193. معايا يا شباب؟ هنعمل بيزك كونفيجريشن انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم بانر مسج اوف ذا داي انيبل سيكريت مشفر بال MD5 لاين كونسول 0 هنحط عليه الباسورد، لاين في تي واي بتاع التلنت نو لوجن عشان التلنت من غير باسوردات، سيرفر باسورد انكريبشن عشان تشفر اللي مش متشفر بال MD7. هتدخل على الانترفيس اكوردنج تو ديزاين، هتديها نو شت داون واي بي ادرس وكلوك ريت. طبعا الكلوك ريت للسيريال دي سي اي اللي بتعرفها بامر شو كنترولرز، وبتكتب اسم الانترفيس اكزيت. شغل الاي اي جي بي كل الناس، اوتونوم سيستم رقم 1، راوتر اي اي جي بي 1، نو تو سمري نتورك وزيع الشبكات بتاعتك اكزيت. اعمل الشوهات بتاعت الاي اي جي بي. طبعا الاول شهاتك انت العاديه انك تشو ران، تتفرج على الرننج، شو اي بي انترفيس بريف وتشوف الانترفيس بتاعتك وحالاتها، شو اي بي راوت تتفرج على الراوتنج تيبل، شو اي بي بروتوكول تتفرج على البروتوكول، شو اي بي اي اي جي بي نيبر تتفرج على جرانك في الاي اي جي بي، شو اي بي اي جي بي توبولوجي وتتفرج على التوبولوجي تيبل. بعد ما نخلص الكلام ده اديني اوكي، بس بعد اذنك في كونكشن كمان عايز اوصلها، اوصل من منصوره للمرج علشان في الاي اي جي بي المره اللي فاتت ما عملناش نون ايكوال تو شيب. طبعا اللاب ده البدايه بتاعته هنكمل الكومنتس اللي ما عملناهاش في الاي اي جي بي المره اللي فاتت، وبعدين هنعمل لاب اوس اف على نفس الديزاين بنفس الكونفيجريشن، هنشغل البروتوكول الثاني بس. فبعد اذنك في منصوره فاست 0 على 0 هاخد على المرج فاست 0 على 0 برده باي بي 90 111 و90 112، ماسك برده 30. حد عنده استفسار في الديزاين؟ حد راوتره مش شغال؟ الراوتر معاك اشتغل ازاي؟ طيب افصل النجم ونرجع بعد الفاصل. احنا دلوقتي يا خليفه واصلين بالكونسول في الراوتر اللي اسمه طوخ. معلش يا خليفه بعد اذنك ادينا شورا. سيرفيس طبعا الفيرجن الاوبريتنج سيستم سيرفيس باسورد انكريبشن اللي بيشفر الباسوردات كلها في ام دي 7 الغير مشفره، انيبل سيكريت هوست نيم طوخ اسم الراوتر، انيبل سيكريت 5 مشفر بالام دي 5 طبعا باسورد الانيبل مور طبعا اللوب باكات، اللوب باك 0 لوب باك 0 71، لوب باك 1 765 729 793. تمام، والماسكات كلها 26. كلام سليم موري خليفه. معلش الانترفيسز بتاعتك، الانترفيس السيريال
0060 سيريال 01 70 تمام. الاوثنتيكيشن عليها بانر ويلكم مسج لاين كونسول 0 الباسورد مشفر بالان دي 7 في حاله اللوجن لاين في تي واي من 0 ل 9 نو لوجن يعني نقدر ندخل من غير ما نسال عن الباسوردات والبريفليج ليفل 15 فيدخل على هاش على طول تمام. شو اي بي بروتوكول هيفرجني على الراوتنج البروتوكول شغال طبعا اسكرول لفوق البروتوكول اللي شغال هو مين يا جماعه؟ اي اي جي بي 1 تمام؟ طبعا كل الحاجات دي احنا شفناها في الليفل اللي فات. ماكسيمم هوب كاونت 100 اقصى عدد من الراوترات باي ديفولت 100 باي كونفجريشن 224 الفارينس بواحد تمام؟ نون ستوب فور وردنج والاوتوماتيك سمرايزيشن اللود سمري از نوت ان افكت اللود سمري واقف. طبعا كل الكلام ده خدناه المره اللي فاتت بالايه؟ بالتفصيل. عايزين نشوف الفارينس لو اتغير من واحد لاثنين عشان يسبورت النون ايكوال لود شير. طبعا احنا مدينا كاب ما بين منصوره وما بين مارك فاس 0 على 0 هنا وفاس 0 على 0 هنا علشان يخلي عند اسوان في نون ايكوال لود شير. فبعد اذنك روح لي على اسوان يا احمد، بس قبل ما تروح على اسوان معلش روح خطوه خطوه لانك هتوقع البروتوكول فبالتالي هتتعلق في الهواء، يعني يروح من توخ لمرج 60 ومن مرج ل 50. طبعا اسوان شبكات 10 و20 و30 هتبقى بالنسبه له نون ايكوال لود شير. ليها طريقين بس متحقق فيهم الفيزابيلتي بس اللود شير عليهم مش متساوي. شو اي بي اي جر بي توبولوجي عشان نتاكد. اهو شبكه 10 شبكه 20 شبكه 30 ليهم كام طريق يا جماعه؟ طريقين. يعني مثلا شبكه 30 ليها طريق من ناحيه سيريال 00 وطريق من ناحيه سيريال 01. سيريال 00 2,681,000 سيريال 01 2,684,000 فالاثنين مش زي بعض. علشان كده هتلاقي في الراوتنج تيبل ليها كام طريق؟ ليها طريق واحد بس لان الطريق الثاني يا جماعه باك اب فيزابل سكسسور. فرجني على الراوتنج تيبل كده. لا مش عاملين فالنس بح اسوان فالنس بح شو ما احنا كده في اسوان يا ابني. شو اي بي بروتوكول تاني معلش. الفارينس باثنين. طبعا الفارينس باثنين يبقى كده هيعمل ايه؟ نان احنا عدلناه. طبعا الامر بيتكتب على الكونفج راوتر وانت جوه البروتوكول فبتقول له ان الفارينس باثنين يبقى كده بيعمل نان ايكوال لود شير. يعني ايه نان ايكوال لود شير؟ يعني الطريقين برغم ان هم مش زي بعض هينزلوا في الراوتنج تيبل. شو اي بي راوت؟ اهو شبكه 20 مثلا ليها طريقين، طريق ب 3 مليون 193,856 وطريق ب 3 مليون 196,000 193 و196. طبعا الفارينس ب 2 يعني لغايه 2 في البيست متريك، يعني البيست متريك ب 3 مليون 193,000 يعني لغايه 6 مليون و400,000 معايا يا رجاله؟ هتضرب البيست متريك في 2 ف 3 مليون 196 اقل من 6 مليون فيدخل، ولو في اكتر من طريق لحد 6 مليون كلهم هيدخلوا تحت الفارينس. حد عنده مشاكل في هذا الكلام؟ حد مش فاهم هذا الكلام؟ حلو. عايز اتست شروط الجيره مع الاوتونوماس سيستم نمبر. اكزت وارجع لو ترى كليك اكزت اكزت كمان. وقع البروتوكول من عندك يا خليفه. نو راوتر اي اي جي بي 1 راوتر اي اي جي بي 1 اثنين. طبعا كل الراوترات مشغاله اي اتش بي اوتونوم سيستم واحد، فاحنا خلينا راوتر اي اتش بي 2 زي الشبكات بتاعتك في طوخ اللي هي نتورك 60110 ونتورك 7010 كنترول زد او دو من على الكونفيجر اللوب باك اب. مش مشكله اصل مش هي دي اللي هيكون عليها الجيره. طبعا لو عايز تعمل اي امر بيتعمل من على الهاش عايز تعمله من جوه الكونفج او الكونفج راوتر او الكونفج لاين كل الحكايه انك تكتب قبلها كلمه دو ومفيش تاب. يعني دو شو اي بي اي جي بي نيبر مش هنلاقي جران. شو اي بي دو شو اي بي اي جي بي نيبر
طبعا بيقول لك الاي بي اي جي بي نيبر فور بروس نيم ما عندكش الجاي لان من شروط الجيره الاوتونوم سيستم. يلا يا خليفه وقع الاي جي بي 2 نو راوتر اي جي بي 2 راوتر اي جي بي 1 وزيع الشبكات نتورك 60 110 ونتورك 70 110 ونتورك 192 168 70 طبعا الجيره قامت على طول اهي السيس لوج مسج بتاعت الجيره قامت 192 168 70 7 ونو اوتو داش سمري انتر. طبعا اعمل الدو كده كده السيس لوج ده بتقول لك ان الجيره قامت اعمل دو شو اي بي انتر دو شو اي بي اي اتش بي اي اتش بي نيبر الجرانا. طبعا عشان ما شفناش الفارينس ككومنت شفناها كافكت كنتيجه اكتب لنا الفارينس كده باتنين فارينس باتنين بس طبعا الامر ده عند توخ مش هيعمل اي حاجه ليه؟ مش لان توخ ما عندوش اصلا اكتر من طريق لنفس الشبكه هو ما عندوش غير هو طريق واحد بس لكل الشبكات اللي كده ليها الطريق ده لكن الامر عند اسوان جاب نتيجه لان اسوان في شبكات بتمشي لها كده وفي شبكات بتمشي لها كده فشبكه 10 و20 و30 شبكه 10 و20 و30 ليها طريقين ومتحقق فيهم الفيسابيلتي اهم حاجه لازم يكون ايه يا جماعه؟ لازم الفيسابيلتي تكون متحققه لو الفيسابيلتي مش متحققه ولا كانك عملت حاجه معايا يا جماعه؟ فعلشان كده اسوان لما خلينا الفارينس باثنين عمل نون ايكوال لود شير ونزل الشبكات دي من ناحيه سيريال 00 يعني من ناحيه منصوره ومن ناحيه مرج اللي هو سيريال 01 عمل نون ايكوال لود شير. حد عنده مشاكل؟ حد مش فاهم؟ طيب عملنا ايه بعد كده؟ الكي تشين لو احنا حبينا نلعب في شروط الجيره طبعا المره اللي فاتت لعبنا في شروط الجيره بالكي فاليوز فكده احنا فاضل لنا تقريبا هي الكي تشين هي اللي فاضله. يلا يا خليفه طبعا من على الجلوبال كونفجريشن مود بنعمل كي تشين وهنخليها مثلا سيسكو هنحط فيها الكي ونكتب رقم الكي يعني كي رقم واحد انتر واكتب الكي داش سترينج يعني الباسورد بتاعه خليه سي سي ان اي. انت كده عملت كي تشين وحطيت فيها مفتاح واحد هو سي سي ان اي باللي يشرب ميته ليه؟ ما فعلتش. تعال نفعل مع مرج. مين مرج؟ مرج صباح الفل ركز انت هتعمل الكلام ده طب ما تعمله دلوقتي يلا انت كمان اعمل كي تشين خليها ساسكو ازيك يا روبي؟ روبي ده ولد مش بنت عشان كده اديته بوست خش جوه كي واحد يا روبي يا ذهبي قول انك انت ولد يا روبي اتكلم لا احنا عايزين روبي الثاني استغفر الله العظيم يعني من الاقصر كمان لما روبي روبي الثانيه برضه من الاقصر بتاعي دي عيله بقى عندكم طيب كده احنا ما عملناش اي حاجه ليه؟ داون وبعد كده بقى لا 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 ده ملوش علاقه بالبتاع ده ده الليمت اكسيدد ده الوقت بتاع الابديت عدى بتاع الهيلو عدى وما جاش لكن احنا لسه ما فعلناش اصلا الكي تشين احنا حتى الان ما عملناش كي تشين اصلا احنا كريتناها ما فعلناهاش دي كانت مشكله الليمت اكسيدد المعاد بتاع الهيلو خلص وما جاتلوش بس رجع تاني على فكره يعني الجيره قامت تاني مع عين شمس مش مع المرج يعني ده ملوش علاقه بالكي تشين احنا لسه ما فعلناش الكي تشين. طيب علشان نفعل الكي تشين بعد اذنك هنخش على الانترفيس اكزت خش على الانترفيس يا خليفه سيريال 0 على 0 ما تنفذش انت يا مرج حاجه انترفيس سيريال 0 على 0 ممكن نعمل شو رول للانترفيس الاول احسن يكون هو عليها من لا قول لها اي بي اوثنتيكيشن مود للاي اتش بي رقم واحد واكتب ام دي 5 طبعا لو عملت عام استفهام امسح خليفه مفيش اصلا غير الام دي 5
غير الاي اي جي بي اللي عنده هنا مشفر فقط. الاي اي جي بي بيعمل باسورد مشفره، لكن الاوس بي اف عنده اوبشنين، اوبشن انه يبقى مشفر واوبشن انه يبقى ايه مش مشفر. على فكره الجيرة بتوع مع عين شمس، خلينا نبقى نراجع الانترفيس دي، لان الانترفيس دي على فكره عليها اوامر معايا. طيب انتر ام دي 5 تمام، ارفع السهم من فوق يا خليفه تمام. انتر تاني معلش. طبعا بصوا يا جماعه سهم من فوق، هات الامر تاني. الامر اهو اي دي اوثنتيكيشن مود اللي هي جي بي 1 ام دي 5، لما كتبناه الجيره وقعت. الجيره وقعت مع مين؟ مع الجار 60111، ده اللي يهمني دلوقتي. 60111 ده اللي هو مين؟ سيريال 0 على 1 اللي هو من ناحيه الانترفيس، سيريال 0 على 0 عندي. طب الجيره وقعت ليه يا جماعه؟ علشان ايه؟ علم خليفه اوثنتيكيشن مود تشينجد. لان انت بقيت تشفر بالام دي 5. بس على فكره انت كده حتى الان لسه ما حطيتش ايه؟ الباسورد. حط الباسورد. اي بي اوثنتيكيشن كي تشين، كي تشين سي اتش اي ان للاي اي جي بي رقم 1، واكتب اسم الكي تشين بتاعتك اللي اسمها سيسكو. ها نفس كي نفس كي تشين، نفس الامرين بعد اذنك يا مرد هتعملهم على الانترفيس عندك اللي اسمها سيريال 0 على 1 اللي هو اي بي اوثنتيكيشن مود للاي اي جي بي رقم 1 ام دي 5 70 بتوع عشان الامر معاه تمام. الجي الامر معاه، اعمل شور من الانترفيس انتر كنترول زد كنترول زد، اعمل شور من الانترفيس اللي هي اسمها سيريال 0 على 1 عندك، اللي هي مع عين شمس عليها امر اوثنتيكيشن قديم اهو، عليها اي ما عليهاش امر اوثنتيكيشن قديم. شوف على عين شمس كده، شوف على عين شمس مين عين شمس 0 على 1 انت زي. عندك اوثنتيكيشن اعمل شو رن للانترفيس تقريبا. انا ممكن اعمل خليه يخش من هنا على عين شمس وشوف هنا. خلاص استنى 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 روح على عين شمس، روح على 70112 استنى انت سيت شو ويلكم يا صاحبي. شو رن الانترفيس سيريال 0 على 1. استنى يا وحش انت ما تفعلش ايه فعل، استنى ما تفعلش. شو رن الانترفيس سيريال 1 على 0، 1 على 0 مش 0 على 1 تمام. الراجل بتاع عين شمس عنده اول اوثنتيكيشن، فعشان كده الجيره ما بيننا ما بتقومش كل شويه يطلع لك الايرور مسج ده. طيب يلا خش على الانترفيس ده اعمل نو ولا ايه؟ خش خش على كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 1 على 0 سيريال 1 على 0 نو، وخد اي بي اوثنتيكيشن مود 1 MD5 نو no. خد IP authentication ادخله وكوبي بيست authentication مود للـ AIGRP رقم 1 MD5 مسافة MD5 تمام تمام كده الجيرة هترجع تمام وهتبقى زي الفل. انتر الغي الأمر التاني مش لسبب كده كده الجيرة قابل، بس أنا مش عايزه يبقى موجود على الفاضي اللي هو نو IP authentication key chain عليه برضه No IP authentication keychain Cisco للي هي جي بي رقم 1 انا اسف بعد keychain اكتب ايه؟ لا قبليها قبليها بعد keychain هي جي بي رقم 1. احنا كده بنلغي بس الامر كان مكتوب بالخطا عند عين شمس، فبالتالي كان بيسبب الجيره ما بين عين شمس وطوخ بتوعه سيسكو، لكن دلوقتي احنا بننفذه ما بين طوخ وما بين مرج. نفذناه على طوخ، ها ارجع بقى روترك اكزت الجيرة قامت اهي يا نجم. ها كتبت ايه؟ ام دي 5 لغايه ام دي 5 اي بي مود يا جي بي 1 ام دي 5 انتر اي بي اوثنتيكيشن كي تشين للاي جي بي رقم 1 سيسكو. الجيرة هترجع تاني مع مرج. كتبت الامرين تمام اهي جو باي ريسيفت، وبعدين نيو ادجسنسي الجيرة قامت. اتاكد معلش شو اي بي يا جي بي نيبر، شو اي بي يا جي بي نيبر كلام سليم. في مشاكل في هذا الكلام؟ اخر حاجه نختم بيها الاي جي بي، نعمل حاجه اسمها اي جي بي اي جي بي ستوب. ده امر جميل. بعد اذنك يا خليفه خش لي على الانترفيس سيريال 0 على 1. عبد الرحمن ركز عشان تسال سؤال.
الانترفيس سيريال زيرو على 1 وقول لها الانترفيس سيريال زيرو على 1 وقول لها يا جربي ستوب. انتوا متاكدين ان احنا نعملها على سيريال زيرو على 1؟ لا مش تعملها على الرابط، بتكتب جوه البروتوكول. لا ده انا كده عيد. لا كونفيجر تيرمينال راوتر اي اي جي بي 1 وقول له اي اي جي بي ستوب. قبل ما نكتب اي اي جي بي ستوب ثانيه واحده، قبل ما ندوس انتر، قبل ما ندوس انتر بص يا شباب، امر اي اي جي بي ستوب يخلي الراوتر يذيع الشبكات اللي كونكتد عليه والشبكات اللي يتكتب عنده سمري ليها. يعني شبكه 80 الكلام ده طالع عندك؟ شبكة 80 كونكتد على عين شمس بيزيحها لطوخ، فبتوصل طوخ بالاي اجر بي، طوخ بيزيحها هي وبقيه شبكاته للي بعده وهكذا. عشان كده من كايرو يعرف يبنج على 8112، بنج يا كايرو على 8112، بنج معايا من اول راوتر بيبنج على 8112 عادي جدا. تمام ها بنج يا عبد الله. تمام حلو. لما نعمل ايه يا جربي ستوب انتر، انتر يا احمد كده طوخ هيذيع الشبكات الكونكتد عليه والشبكات المعمول لها سمري. طب هل شبكه 80 كونكتد على طوخ؟ لا. يبقى بالتالي كايرو مش هيعرف يوصل لشبكه 80. بنج يا كايرو على 80 80 111 111 او 112 مش هتفرق، او 111 مش هتبنج، او 70 و2 مش هتبنج كده كده، او 70 112 لا. ده الموضوع ده بقى عايز سؤال كبير. عبد الرحمن فكر يمكن تجيلك الفكره. قولها صح حلوه. طب ما نرجع الاول يبقى بص يا هندسه بس في حاجه انت طبعا لو انت عملت ايه يا جربيس طب وطلعت تاني فوق تعمل فوق ادعو عم سفهم. طبعا ده بيديك الحاجات اللي انت ممكن تكتبها. هو باي ديفولت بيذيع الشبكات الكونكتد، وباي ديفولت بيزيع شبكات ايه يا جماعه؟ السمري. السمري بس. طيب انا ممكن اقول له لا ريسيف اونلي. يعني ايه ريسيف اونلي؟ يعني بيقول لك سيت الاي بي اي جي بي از ا ريسيف اونلي نيبر، يستقبل بس ما يبعتش اي ابديت ولا كونكتد حتى عليه. وممكن اقول له ريديستريبيوتد يذيع الشبكات اللي اتعمل لها ريديستريبيوشن بس، وممكن اقول له ستاتيك يذيع الستاتيك بس. هو باي ديفولت كونكتد وسمري. على فكره ده مش من شروط الجيره. يعني ايه ده مش من شروط الجيره؟ يعني مش هيأثر على الجيره ما بيني وما بين جيراني. اديني كده كنترول زد شو اي بي اي جي نيبر، هتلاقي جيرانك عادي زي ما هم لانه مش من شروط الجيره اصلا. بس هو من شروط الجيره في الاوز دي اف، مش اوز دي اف ستوب، لا اللي اسمه ستوب فلاج اللي هو الستابي والتوتال ستابي والنص ستابي والحاجات دي هنشوفها كمان شويه ان شاء الله كمان شويه في المشن باذن الله. طيب ايه يا نجم؟ هو ليه المرج بيبنك برضه على 70 112 عشان هو دايركتلي كونكتد؟ السؤال ده ممتاز، السؤال ده رائع. بس السؤال مش كده، ليه بيبان؟ ماشي ماشي عشان ده قلت له المرج الحته دي حلوه على فكره. المرج خش على المرج خفيفه، روح لي على المرج بسرعه يا خليفه. اسمع كلام باشمهندس ممدوح. بس ايه يا نجم الكونكتد اللي هو في الستوب؟ انا عندي خمسه، خمسه ايه؟ خمسه اوبشن هو باي حاجه واحده بس هو باي ديفولت عنده اثنين. يعني ما ينفعش اختار منه حاجتين؟ لا مش هقول له ديستريبيوتد والستاتيك مثلا؟ لا لا يوفر رايت. بص يا رجاله وانا واقف على المرج، خليفه لما بنج على 70 112 70 كونكت بنجت. طب معلش اقف على اسوان ما بنجش ليه 50 112 وبنج على 70 112 مش هتبنج، مش هتبنج ليه؟ ما انا عندي في الراوتنج تيبل. ليه؟ ما انا عندي في الراوتنج تيبل. سبحان الله، مع انها عندك انت في الراوتنج تيبل في اسوان. برافو عليك. اعمل لي على اسوان شو اي بي راوت باي بنكلود 70 انتر 70 موجوده. ليه بقى؟ لان طبعا زي ما احنا عملنا على طوخ وقلنا له انت ايه؟ ستوب. فبيذيع الشبكات الكونكتد والسمري. انت لما بتبنج من اسوان البنج بيخرج بسورس كام؟ 50 رايح لمين؟ ل 70. طب هل احنا نعرف 70؟ نعرف 70 لان شبكه 70 كلها كونكتد على مين؟ على طوخ، فطبيعي ان طوخ يزحها لمرج ومرج يزحها لاسوان.
يبقى بالتالي الريكوست بتاعك هيوصل ل 70. الريبلاي الراجع، هو الريبلاي ده راجع منين؟ راجع من توخ، رايح لمين؟ ل 50. مش هيوصل ليه؟ لان شبكه 50 مش كونكتد على توخ، فبالتالي توخ ما بيزحقش. شبكه 50 بالنسبه لتوخ مش كونكتد عليه. ما هو انت لما بتبنج من المرج على 70 البنج بتخرج بسورس كام؟ 60. لما ببنج على 70 112 البنج بتخرج ب 60 بسورس اي بي 60 111 راح لمين؟ راح ل 70. شبكه 70 موجوده عند المرج لان شبكه 70 كونكتد على طوخ، فبالتالي هيزحق لمين؟ لمرج. فالبنج هتخرج كده متجهه ل 70 112 تيجي عند عين شمس، المفروض عين شمس يربلاي على مين؟ يربلاي على 60 111. طب هل 60 111 عند عين شمس؟ ايوه. مش شبكه 70 كونكتد على طوخ، مش شبكه 60 كونكتد على طوخ، فبالتالي طوخ بيزحق عين شمس، فبالتالي الريبلاي بيرجع. علشان كده واحنا في مرج كان بيبنج، لكن وانت بتبنج من اسوان الايكو ريكوست وصل. ليه؟ لان انا ببنج على 70 112 70 112 على شبكه 70 اللي هي كونكتد على مين؟ كونكتد على طوخ، بيبقى طبيعي ان طوخ بيزحها لانها كونكتد لاسوان، فبالتالي اسوان بيروح في الريكوست. الريبلاي المفروض يجي من عين شمس متجه لمين؟ المفروض يجي من عين شمس متجه لمين؟ ل 50. طب هل عين شمس يعرف 50؟ لا. طب ليه ما يعرفهاش؟ لان 50 كونكتد على المرج مش كونكتد على طوخ. هي بتوصل طوخ بس بتوصل طوخ بالايه؟ بالايجر بي، فبالتالي طوخ ما بيزحش لعين شمس لانه بيزيع الكونكتد والسمري. حتى روح عند طوخ كده يعني، روح عند طوخ الكونكتد والسمري، السمري اللي هو بيقول لو انت عملت عليه سمري اي بي سمري داش ادرس مرج، روح لتوخ فتوخ اعمل شو اي بي راوت، هنلاقي على فكره باي بنكلود 50، هنلاقي 50 هنلاقيها بالايه؟ بالايجر بي. شو اي بي راوت باي بنكلود 50 اهي 50 بالايجر بي، وده السبب ان توخ ما يزحش لمين يا جماعه؟ ما يزحش لعين شمس لانها عنده بالايجر بي مش عنده كونكتد ولا هي سامري عليه. عايز تتاكد روح عين شمس. شو اي بي راوت باي بنكلود 50 مش هتلاقي 50 موجوده عنده. عشان كده الريكوست من اسوان بيوصل عين شمس، لكن الريبلاي من عين شمس ما بيرجعش اسوان. الحته دي ما تلاقيهاش في اي فيديو لاي حد خالص. لكن 60 موجوده لان 60 ايه يا جماعه؟ دايركتلي كونكت على طوخ، فبالتالي زحل عين شمس. طب انا هنعمل عليها سامري عشان وحياه ام ينفخوا. انا بقى عايز اعرف مرد دايركتلي كونكتد مع طوخ ما بتبنكش على 70 مين؟ ما بتبنكش على 70 يا واد، ما بتبنكش على 70 اصلا 80 يا واد، ما هي 80 كده كده بتيجي هنا بالايجر بي فما بتزعش. ما هو بيزيع الكونكتد والسمري، لكن اللي جاي له بالايجر بي ما بيزعوش. طب افرض بقى انا عملت والمصحف مفرط، والمصحف مفرط كده الايجر بي، حد عنده اي افتكاسه عايز يفتكسها في الايجر بي تاني؟ عبد الرحمن لو مش هسمع صوته مش هشوفه. حد عنده اي افتكاسه؟ سعدت بلقائكم، اتمنى ان اكون قد اسعدتكم، ناخد بريك صغنوني ونرجع. اروح؟ لا اقف بس يا عم.